المركز الأول محمد بن سالم بن حوتة العامري يقدم لنا البداية الشاهنية والمركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني ثاني المراكز مشاهدينا الكرام تنطلق أيضا بشوط الختام. هناك أيضا الواصل الضبي خلفان بن هلال بن محمد بن عبد الله النعيمي يتقدم على المركز الثاني والمركز الثالث ثالث المراكز. هناك مزنة سيبني مع بن سيف الأغويص على المركز الثالث والمركز الرابع. رابع المراكز علي بن مطر بن ساحر الاكتبي مع الشاهنية على المركز الرابع والمركز الخامس. خامس المراكز مشاهدينا حاشي محمد بن خليفة بن نومه الاكتبي يتقدم على المركز الخامس والمركز السادس. سادس المراكز مشاهدينا الكرام هناك ليالي عبيد بن سالم بن شرارة الاكتبي سادسا والمركز السابع. سابع المراكز هناك عالية خليفة بن علي بن حمد العطية يتقدم على المركز السابع والمركز الثامن. ثامن المراكز مشاهدينا الكرام جميلة بن خليفة بن بليشة الاكتبي يتقدم على ثامن المراكز والمركز التاسع. تاسع المراكز الوصول ايضا والتقدم من اساطير سعيد بن عبيد بن شميل الخاطري يتقدم مع اساطير على المركز التاسع والمركز العاشر من الجانب الاخر. هناك ايضا الدخول من الجانب الاخر من ايضا تيار الوثبه يتقدم مشاهدينا الكرام تقدم ملحوظ وملموس في هذا التحدي الرائع. هكذا الاسماء المنطلقه مشاهدينا الكرام. نعود مع البدايه نعود مع الصدارة ونتابع المقدمة. هناك الشاهنية الشاهنية في شوط الختام في يوم أيضا التميز الأخير في هذه الانطلاقة ما قبل أيضا الختاميات. يا سلام يا سلام يا سلام. نسير مع البداية الشاهنية محمد بن سالم بن حوتة العامري يقدم لنا الشاهنية على البداية. المركز الثاني مزنة سيب بن يمعة أبو خميس يتقدم على الثاني المراكز. أما المركز الثالث ثالث المراكز الضبي خلفان بن هلال بن محمد بن عبد الله النعيمي مع المركز الثالث والمركز الرابع. العطية يتقدم مع عالية خليفة بن علي بن حمد العطية رابعا والمركز الخامس. هناك تيار الوثبة يبحث عن النقطة الثانية في هذا الصباح المتميز مع مثيرة عبد الله بن عيد بن صياح المنصوري يتقدم على خامس المراكز والمركز السادس. هناك الشاهنية محمد بن خلفان الغويص السويدي سادسا والمركز السابع. سابع المراكز مشاهدينا الكرام الوصول من الشاهنية علي بن مطر بن ساحر الاكتبي يتقدم تقدم ملحوظ وملموس. ومن الجانب الاخر هناك اساطير سعيد بن عبيد بن شميل الخاطري. ومن الجانب الاخر ايضا الوصول من جميلة علي بن خليفة بن بليشة الاكتبي. يا سلام. هكذا الأسماء المنطلقة مشاهدينا الكرام في هذا التحدي الرائع. ولكن نعود مع البداية نعود مع بن حوتة على المركز الأول. الشاهنية هي المسيطرة على زمام الشوط. محمد بن سالم بن حوتة العامري يقدم لنا الشاهنية على البداية وعلى المركز الأول. يا سلام يا سلام يا سلام. الأداء رائع والعرض تلقائي للغاية متميز مشاهدينا الكرام. المركز الثاني هناك مثيرة عبد الله بن عيد بن صياح المنصوري على المركز الثاني والمركز الثالث. هناك الشاهنية محمد بن خلفان الغويص السويدي يتقدم على ثالث المراكز. أما المركز الرابع رابع المراكز أساطير سعيد بن عبيد بن شميل الاكتبي يتقدم على المركز الرابع والمركز الخامس. هناك عالية 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 خليفة بن علي بن حمد العطي القادم من ميدان التحدي للمشاركة هنا على أرضية هذا الميدان. يا سلام. والوصول الآخر
على سابع المراكز مشاهدينا الكرام. هناك ايضا جميله علي بن خليفه بن بليشه الاكتبي، اما المركز الثامن ثامن المراكز الشاهنيه علي بن مطر بن ساحر الاكتبي، والمركز التاسع تاسع المراكز الظبي خلفان بن هلال بن محمد بن عبد الله النعيمي، والمركز العاشر عاشر المراكز مشاهدينا الكرام الوصول من ارجوان ذياب بن محمد بن ركاض العامري. هكذا النتيجه للعشره المراكز المنطلقه، ولكن نعود مع البدايه، نعود مع الصداره، المنعطف الاخير الى خط النهايه والى الفوز والى الانتصار. شوط الختام لا زالت الشاهنيه مع المركز الاول، مع صداره هذا الشوط محمد بن سالم بن حوته العامري يقدم لنا الشاهنيه على المركز الاول، وصداره هذا الشوط مثيره مع المركز الثاني عبد الله بن عيد بن صياح المنصوري مع المركز الثاني والمركز الثالث. المركز الثالث من الجانب الاخر الشاهنيه محمد بن خلفان القويص السويدي مع المركز الثالث والمركز الرابع. هناك عاليه خليفه بن علي بن حمد العطيه على المركز الرابع والمركز الخامس. هناك جميله علي بن خليفه بن بليشه الاكتبي مع المركز الخامس. 1200 ما تبقى عن نهايه هذا الشوط، عن التحدي والمنافسه الاخيره الى خط النهايه، ولكن البدايه الشاهنيه محمد بن سالم بن حوته العامري يقدم لنا الشاهنيه، ولكن طيار الوثبه مع مثيره على المركز الثاني عبد الله بن عيد بن صياح المنصوري ثانيا، والمركز الثالث الوصول ايضا من الشاهنيه محمد بن خلفان الغويص السويدي يتقدم، والعالميه تتقدم هناك بشعار العطيه تتقدم خليفه بن علي بن حمد العطيه مع المركز الرابع والمركز الخامس. يا سلام، وصلت الاسماء، ولكن التغيير مع البدايه، التغيير مع الصداره، والبدايه مثيره غيرت البدايه، ولكن الشاهنيه لا زالت تقود الاسماء من الجانب الاخر، تسيطر على زمام الشوط، تعود مع البدايه الشاهنيه محمد بن سالم بن حوته العامري، ومثيره مع المركز الثاني، مثيره مع عبد الله بن عيد بن صياح المنصوري ثانيا، والمركز الثالث الوصول ايضا هناك بن صوغان حمد بن محمد بن حميدان الفلاسي، ولكن بن حوته لا زال مسيطر على زمام الشوط. يا سلام، مع شوط الختام الشاهنيه على البدايه، الشاهنيه على الصداره محمد بن سالم بن حوته العامري بالامتار الاخيره، بالامتار الخطيره تنطلق الفوز والانتصار. تهانينا والناموس والسلام يا العين، سلام على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني كانت في الشاهنيه محمد بن خلفان القويص السويدي، المركز الثالث كانت في بن صوغان حمد بن محمد بن حميدان الفلاسي، المركز الرابع العالمية كانت فيه العالمية خليفة بن علي بن حمد العطية، والمركز الخامس. هكذا مشاهدينا الكرام كانت التحديات، وكانت مثيرة، من كان أيضا كانت الشاهنية هي من نالت ناموس هذا الشوط وقادت الجموع طيلة مسافة 6 كيلومترات 9 دقائق 25 ثانية وفاء وتماما وكمالا. تهانينا والناموس لمحمد بن سالم بن حوته العامري على هذا الفوز والانتصار. ثانية المراكز مشاهدينا الكرام الشاهنية محمد بن خلفان القويص السويدي أدت عرض تشكر عليه أيضا ب9 دقائق 27 ثانية، جزء واحد يتيما من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثالث مشاهدينا الكرام كانت فيه أيضا هناك من خلال هذه الانطلاقة الرائعة، هناك الوصول أيضا من بطوغان حمد بن محمد بن حميدان الفلاسي 9 دقائق 27 ثانية 5 من الثانية، والمركز الرابع عبد الله بن صياح المنصوري، والمركز الخامس